أعودي هو أحد التطبيقات الرقمية الذي انتهجه الصندوق الوطني للتقاعد من أجل رقمنة الخدمات المقدمة على مستوى الوكالة. اعتماده من طرف المتقاعدين لاقى استحسانا كبيرا لما في ذلك من توفير لعناء التنقل واختصار للوقت. كنا قبل نحكموا نرقدوا ساعتين ثلاثة لهنايا، درك ما نجي لا والو، نشد الرقم تاعي من الدار ونجي على بالي على قدها نجوز. كنت رونديفو بالابليكاسيون هذه تاع سي ان ار، كوم عندي الابليكاسيون في البيت في التليفون، جيت لهنايا خرج لي نيميرو 64 في لو تابلو. رحت كي رحت قلت له اني هزيت قال لي هزيتي الابليكاسيون لهنا صح، قال لي سي مسيو. قلت له كيف عرفتيني؟ قال لي جوستومون، قال لي كي تهز رونديفو يخرج لي لو نون نو لو مود باس تاعك لهنا عندي. عجبني الحال. الرقم انا هذه تفيدني بزاف، ما بقيتش نديبلاسي خلاص لهنا. على مستوى الصندوق يقوم العاملون بولاية غارما بتعريف المنتسبين بهذا التطبيق وما يتضمنه من خدمات، وذلك من أجل تعميم استخدامه ونشره على أوسع نطاق. الولوج إلى فضاء التقاعد عن طريق الحاسوب أو التليفون يسمح للمتقاعد أنه يتتبع الشكاوي تاعه، يتتبع الملف تاعه ناوي يمشي، استصدار شهادة الدخل، كان تطبيق تذكيرتي وهو أو طابور الانتظار. هذا مما يسمح للمتقاعدين قبل ما يجي يتنقل للوكالة أنه يتعرف شحال كاين متقاعد قبله، على شحال مازال له وقت باه ينجم يجوز، وياخذ تذكره كان خدمه التعرف على ملامح الوجه. هي استراتيجيه منتهجه من طرف المديريه العامه للصندوق الوطني للتقاعد التي ينتظر ان تعم كافه المؤسسات لرقمنه الخدمات العموميه.